مرحب بكم جميعا، ازيكم؟ ايماني ان الرب بيسكب نعمه خاصه. هنا اقرا لكم ايه صغيره في عبرانيين 13، هي مش بره يعني. كنت بحكي مع اخت ليا وانا داخل عن ان هذا الصيف مختلف عن باقي السنين السابقه في انتصاراته أو انتصارات شعب الرب فيه. برغم أي حاجة بتحصل في حياتك، اعرف إن هذا الصيف انتصارات. أو بعضكم مدرك ده، بس بعضكم يمكن مش مدرك، أو بعضكم محتاج يشجع إيمانه إن في نعمة هذا الصيف من أجل إن العدو ما يحصركش، لكن أنت ترد تدفع إلى الوراء الحصار اللي هو عمله على حياتك، وعلى عكس اللي كان بيحصل كل صيف تزداد مساحة الملكوت فيك ويرجع أسوار العدو لورا. اختبار الروحي لشهر 7 و8 كثيرا ما كان في حياة أشخاص أو خدمات إن يبقى وقت حصار أو ضغطة أو أجواء، وده حقيقي مملكة الظلمة بتشتغل. لكن كان جوانا إيمان من، وبعضكم سمعني بحكي كده، إنه بدءا من هذا الصيف في صلابة حصلة جوه عروسة الرب، وأنا بحكي ده علشان أشجع إيمانك وجدد ذهنك. في صلابة حصلة جوه عروس الرب إنها تدفع إلى الوراء الحصار اللي إبليس بيحاول يعمله في 7 و8، وإنها يزداد مساحة الملكوت فيها أو صلابة الملكوت فيها عكس اللي كان بيحصل قبل كده في 7 و8. بعضكم مختبر ده، بعضكم بيقول لي مالهم 7 و8 زي الفل كويسين بنقعد على البحر بنشرب كوكا كولا. بعضكم ما بيختبر أو حاس إنه في 7 و8 بيحصل فعلا ضغطة معينة. عبرانيين 13، يسوع لذيذ. عبرانيين 13 آية عن يسوع، فربول يسوع لذيذ في الموضوع أنا بتكلم. عبرانيين 13 آية 8، يسوع المسيح بر الزمن هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو في 7 و8، هو بر الزمن، هو لم يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد. فلا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب. إيه اللي بيثبت قلبك؟ يثبت القلب بالإيه؟ هللويا. حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. وبتكلم بعد كده يتكلم عن ذبائح العهد القديم. خلي بالك الآيتين مربوطين ببعض. يسوع هو أمس واليوم إلى الأبد، إذن هو حاجة مستمرة، حضور مستمر، انتصار مستمر، غلبة مستمرة. تغير الموسم لا يعني تغير يسوع. تغير الموسم لا تعني تغير قوة الفدا وقوة النار وقوة المسحة على حياتك. تغير المواجهات لا يعني تغير يسوع بالنسبة لك. يسوع هو هو. تغير تحدياتك لا تعني أن يسوع تغير. يسوع هو هو. ويسوع هو إيه؟ هو نعمة بتسند قلبك أياً كان الموسم، لأنه بيثبت قلبك بالنعمة، لا بأطعمة، لا بحاجات خارجية، لا بحاجة تعملها عشان الموسم تغير. يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. فيسوع النهاردة ليك هو هو اللي كان موجود في مؤتمر سابق أنت حضرته، أو في وقت رائع أنت كنت بتمر به، أو في انتصار أنت اختبرته قبل كده، وأن النهاردة أنت بتمر بتحدي معين. يسوع هو هو في انتصارك، هو هو وأنت في المركب هو معاك، وهو هو وأنت ماشي على المية. ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. فثبت قلبك بالنعمة. أحد الحاجات اللي بيرميها العدو لما الموسم يتغير أنه يلخبط قلبك ويلخبط مشاعرك ويعمل خداع للمشاعر. بزهق من هذه الجملة لأني بقولها كتير، بس بكتشف أني البعض ما بيصدقنيش أو
بيسمعها ويقول أمين ويفرح بيها لغاية لما يروح البيت ويقوم لابس بطانية مشاعره تاني، أو يصدق مشاعره وأحاسيسه تاني. أنا عارف إن المشاعر والأحاسيس ملصقة ليك 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. أنت محتاج تدرك إن يسوع ملاصق فيك مش ملاصق بيك، هو فيك أمس واليوم وإلى الأبد 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، بس هو أبدي مليان نعمة. مفيش لحظة أنت بعيد عن نعمة الرب اللي عايزة تزداد في حياتك. فاسند قلبك بالنعمة، دي مش الوعظة دي التنبيهات. اسند قلبك بالنعمة. لو نسيت اعمل زي المجنون ويمشي في الأوضة وقول نعمة نعمة نعمة. املى فمك واملى أجواءك وخلي دماغك تبطل ور ومشاعرك تبطل صور وأفلام هندي. مع احترامنا، لا مش محترم الأفلام الهندي، مش محترم الأفلام الهندي بقى، محترمنا للهنود اللي بيعملوا أفلام هندي، احترمنا للريس يعني الهندي لكن مش الأفلام الهندي. فما تسيبش مشاعرك تمشي في أفلام، ما تسيبش دماغك تمشي في أفكار ومخاوف، ما تسيبش الخداع اللي العدو بيرميه في هذا الزمن، لأن هي دي اللي كنا بنحكي عنها يوم الأربع، تصورات أفكار القلب. لو ما سمعتش هذه المشاركة شجعك تسمعها، لأن كنا بنحكي عن أيام نوح، لأن الرب هو اللي قال قبل مجيء ابن الإنسان تكون الأيام كأيام نوح. فرجوعا مرة تاني، مش هنكرر اجتماع الأربع، لكن خلي بالك من تصورات أفكار قلبك. تصورات دي الأفلام، والأفكار دي والمشاعر، والأفكار دي الأفكار. ففي أفلام وتصورات وفي أفكار. تصورات أفكار القلب هي اللي بيحصل عليها هجوم في أيام نوح، ودي الأيام اللي قبل المجيء الثاني. فالقصة مش وعظة عن المشاعر وتلخبطة المشاعر، نو يعني ده كان بيحصل زمان، بس احنا النهاردة مش بنحكي عن وعظة عن موضوع اسمه المشاعر والأفكار، احنا بنحكي عن حدث حاصل في حياتك مربوط بالأزمان اللي انت بتمر بيها. عشان كده ذكر نفسك يسوع المسيح هو ايه؟ هو النهاردة، هو النهاردة هو هو، وحيفضل هو هو، مليان قوة ومليان نعمة ومليان مراحم ومليان محبة ومليان حضور ومليان افتدى. وبالمناسبة بيفتدي أرضك، بالمناسبة بيفتدي الأرض تحت رجليك، بيفتدي كل حتة في أرضك، بيفتدي أول ما بتتواجد بس قدامه، أول ما بتطلع الجبل بتاعه وتحط قلبك قدامه، رب يفتدي الأرض اللي تحت الجبل. ده الاستراتيجية الإلهية من أول يوم. أول ما بتتواجد قدام حضوره رب يفتدي الأرض اللي تحت الجبل. لما طلع فوق الجبل وكان بيلمع بيتجلى، إيه اللي بيحصل تحت الجبل؟ أرواح الشر هتخرج أول ما ينزل من الجبل. رب يفتدي ما تحت الجبل إن ارتفع هو في حياتك فوق الجبل. ولو تواجدت معاه فوق الجبل بتبقى مع الكومباني أو المجموعة أو البقية اللي بتتحرك في سلطان تحت الجبل. طلوعك الجبل أو تواجدك قدام حضوره وبترفعه وبتعليه زي ما كنا بنعمل، أنت بتتواجد في هذا المكان اللي فيه بتفتدى الخليقة اللي تحت رجليك. فثبت قلبك بالنعمة. أنا مش عايز أسيب الآية دي قبل ما أروح حتة تانية، لأنه أنا بحكي معك ببساطة كعادة اجتماع السبت. فثبت قلبك بالنعمة، ما تخليش قلبك يضطرب أو قلبك يخاف أو قلبك يتخدع إن ما فيش حاجة حصلة. أو في ناس بتتخدع إن الحرية اللي خدوها هترجع تاني، في ناس بتتخدع إن الحضور اللي هم موجودين فيه والراحة دي مؤقتة، مع إن اللي إبليس بيعمله هو المؤقت، لأن إبليس مؤقت واللي رب بيعمله أبدي، لأن الوحيد الأبدي هو الرب. فتفتكر واحد مؤقت هيعمل في حياتك حاجة أبدية، والأبدي اللي في حياتك مش هيعرف يكسرها. الروح المخلوق المؤقت اللي هو روح الشر دي مؤقتة، إنها مخلوقة. الروح المخلوق المؤقت بيعمل في حياتك حاجة تبقى أبدية أقوى من الأبدي اللي في حياتك، اللي ممكن يعمل أمور تكسر كل حاجة مؤقتة في حياتك. جاء الوقت إنك تجدد ذهنك. إيه مهما كانت حجم سلاسلك هي بس كود، دي مش آية، ومقصودش هزر.
هي ده اللي حصل. ما هو قصة شمشون كلكم عارفينها فانا مش هفتحها، ان ربطوه بحبال اللي هو ما تتقطعش، فصارت كخيوط كتان محروق، يعني تتنسل. عارفين تتنسل دي يعني ولا حاجه؟ بنتصور ان السلاسل اللي على ذهننا وعلى افكارنا واللي بيرميها على بيوتنا ولا على اشخاص محيطين بينا عظيمه جدا. احبائي جاء وقت نجدد ذهننا. لما ال 12 جاسوس دخلوا ارض الموعد شافوا عماليق، بس الباقيين قالوا ناكلهم نقرقشهم بسكوت. اللي شافوهم سلاسل كبيرة ماتوا في السكة، اللي شافوهم بسكوت عاشوا 80 سنة. أنا عارف أنكم ما بتفطروش يوم السبت. نعم صحيح، بس ممكن أشوف سنانكم برضو. ربنا يخليك لي. فكتير بنرى بنعظم صنيع إبليس، وبنرى أنه ما صنعه العدو قوي جدا، برغم أن احنا محتاجين نجدد ذهننا بصورة خاصة في هذا الزمن للي ما صنعه إبليس وحجم العدو في حياتنا وحجم الوجع وحجم السلسلة وحجم الحصار وحجم المرض وحجم السواد اللي حصل. لأن في المقابل لما الاثنين قالوا هم خبزنا زال عنهم ظلهم، يعني ليس لهم وجود. يعني شايفين المقارنة ما بين عماليق وليس لهم وجود؟ تجديد الذهن أدى إلى حياة في كالب ويشوع لمدة 40 سنة كمان، عشان كالب لما بقى عنده 80 سنة يعني يطول عمره، طال عمره، يطول عمره ويدخل بصحة وبقوة وياخد الجبل اللي فيه مركبات حديد، لأن ما زالت قوته فيه لدخول والخروج والحرب. ليه؟ لأن هو مجدد ذهنه من زمان، دول خبزنا. رب مستعد يطيل أيامك لو جددت ذهنك، ولا أعني يطيل أيامك بس لمجرد أنك تعيش حياة بالعافية، لكن أعني يطيل أيام استخدامك وأيام دعوتك وأيام مسحتك وأيام قوتك، فتكون كل أيامك بقوة. كل ما بتقف في المكان ده قدام الرب بذهن مجدد مليان نور، في نعمة بتنسكي وهذه النعمة بتفتدي أرضك. هنط معاك لآيات في روميا، آيات قوية جدا في روميا، بس مش يمكن ربنا يديني المساحة أني نفنطها في يوم الأيام، بس هي آيات دراسية للأسف. روميا للأسف يعني آيات تعليمية، يعني آيات محتاجة اكتشاف جريء بتعليم بياخد وقته، بس انت تبقى مش عايز تسمع وعظة بس مشجعة. فربنا يدينا النعمة كده. رومية 5 أرى لك حبة آيات هنمشي فيها ببساطة. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية العالم والخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أنا بدي خلفية بس وحرجع تاني. فببساطة الكل اللي انت بتحكي من أمراض، من أحداث، من لعنات، من سلاسل، من كلها دخلت بسبب ده. أوكي، فبإنسان واحد دخلت الخطية العالم، فالخليقة فسدت. بس لما ربنا افتدى الخليقة، كان الله مصالحا العالم لنفسه في ابنه. كلكم عارفين بحب الآية دي، بكررها كتير في كورنثوس الثانية 5. كان الله مصالحا العالم لنفسه في ابنه يسوع. لما ربنا حب، خلينا اخد آية كلكم حافظينها، يوحنا 3:16 عارفينها، احب المؤمنين، احب الكنيسة، احب العالم. اوكي، ده لا يعني ان كل ده لا يلغي المسؤوليه الشخصيه لقبول هذه المحبه ولقبول هذا الفداء. اوكي، عشان انا عارف معظمكم هنا لزاز وبساط، لكن في ناس ممكن تسمعنا، ففي مسؤوليه شخصيه انك تقبل هذه المحبه. لكن لما الله على الصليب كان مصالحا العالم لنفسه في ابنه يسوع المسيح. وجودك في المسيح يسوع بيخليك في المصالحه عشان تخدم خدمه اسمها خدمه المصالحه. صح؟ حد مسيحي هنا؟ انا اسف انا دخلت في حته تعليميه، هرجع تاني حالا. بس انا محتاج تدرك الحته دي، ان الرب يريد، سوري، الرب في الصليب
عينيه كانت جايبة الخليقة كلها. وبالمناسبة دي أحد مفاتيح نوح اللي احنا حكينا عنهم الأربع، مش هرجع، بس اللي خلى نوح نوح إنه كان بيرى إن الرب يريد أن يفتدي الخليقة كلها، عشان كده كل الحيوانات دخلت، لأن الرب ما كانش عايز يفتدي حبة بني أدمين، بيفتدي الخليقة كلها. الخليقة هي إيه؟ هي ببساطة، بلاش الخليقة كلها عشان أبسطها عشان حضرتك تبقى مبسوط. أرض بيتك، إيه أخبار أرض بيتك؟ إيه أخبار أرض شغلك؟ إيه أخبار أرض نفسيتك؟ بلاش أرض بيتك، في ناس مش عايزة تصلي لبيتها. إيه أخبار أرض نفسيتك؟ تعرف نفسيتك دي أرض؟ لأنها من التراب. نفسيتك دي يا إما بتطلع شوك وحسك، يا إما بتطلع جنة. رب يريد أن يفتدي كل حاجة في أرضك، بدءا من نفسيتك، بدءا من قلبك، لصحتك، لتراب اللي تحت رجليك، لبيتك، لشغلك، لأيامك، لأمتك، للأمم. يكونش هو ده القصد الإلهي من أول يوم؟ ولو إحنا انحصرنا، كنا بنحكي كده يوم الأربع، أنا آسف، كنا بنحكي كده يوم الأربع، لو نوح عمل مركب فلوكة تشيل 8 كان غرق، برغم أنه أنقذ 8، هم 8 اللي أنقذوا، فهو كان فيه 8 في الفلك، ولو عمل فلوكة فيها 8 يبقى أنقذ 8 برضو، يبقى الرب أنقذ 8، هو افتدى النفوس. نو، الرب لا يريد فقط أن يفتدي النفوس، الرب يفتدي الخليقة، لأن لما آدم سقط الخليقة سقطت، لما آدم الأخير وقف على الصليب وقال إتس فينيشد، هو كان بيفتدي كل حاجة. عشان كده الخليقة بتأن منتظر استعلان أبناء الله. أنا عارف أنا بفتح موضوع كبير، فهرجع مرة تاني. آية 17، إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت. أنا بس عايز أوصل حاجة، أوكي خليني أقولك أنا عايز أوصل إيه قبل ما أكمل. عايز أوصل إن النعمة اللي رب يسكبها على حياتك هي أقوى جدا من الضعفات اللي في حياتك، لأن رب مش منشن بس عليك، رب منشن عليك وعلى الخليقة اللي وراك. هكرر الجملة دي لأن هي دي جملة أنا عايز أبص عليها. النعمة اللي بتنسكب على حياتك من حرية ومن مسحة ومن قوة، جاء وقت تجدد ذهنك عن حجمها وعن قوتها، لأن رب مش بيسكب على قدك، رب يسكب على قد الخليقة، برغم أنه بيكلم واحد. لما كلم نوح ما كلمش نوح عن 8، كلم نوح عن الخليقة، قال له لما اعمل فلك حبيبي على المقاس بتاعي، مش على المقاس بتاعك، مش على قد 8 بتوعك، مش على قد العيلة اللي فضلة اللي في حياتك. نو، أنا بعايزك تعمل فلك على قد الخليقة كلها. عشان كده حجم الفلك كان كبير، عشان كده كل الخليقة دخلت هذا الفلك. فالرب لما بيسكب نعمة على حياتك مش بيسكب على القد، فبليز ما تقولش أنا بحاول. نو، جدد ذهنك. المسحة اللي بتنسكب على حياتك هي مسحة لافتداء الخليقة فيك، في نفسيتك، في قلبك، وتنزل على التراب اللي تحت رجليك وتقوم مغيرة بيتك، مغيرة شغلك، مغيرة الخدمة بتاعتك، مغيرة الأمة بتاعتك. لأن لما الرب بيسكب مش بيسكب على مقاسك، بيسكب على مقاسه في بني آدم، لأن خطته أن بني آدم يبقى مفتاح لافتداء الخليقة، لأن بني آدم كان مفتاح لفساد الخليقة، لأن بخطية بني آدم الخليقة سقطت، وبرجوع بني آدم في المسيح يسوع الخليقة بتفتدى. عشان كده الخليقة منتظرة استعلان. ده أنا روح صوتي خلصت الجملة الطويلة دي وانتوا ما قلتوهاش. الخليقة منتظرة استعلان أبناء الله. أنتوا خايفين تقولوها، أنا عارف. الخليقة منتظرة أبناء الله يدركوا استعلان الله فيهم، وأن ما يسكبه الرب على حياتهم هو أقوى من أكبر سلسلة رماها الكذاب عليهم. هقول جملة مرة تاني لأنها مش عجباكم، أنا شايف وشكم مش عجباكم. النعمة اللي بيسكبها الرب على حياتكم أقوى من أكبر سلسلة بيرميها الكذاب على حياتكم. وأنا بسميه الكذاب، وحفظ النهاردة أسميه الكذاب، لأنه هو كذاب حتى في سلاسله، حتى في سلاسله كذاب. 80% منها كذب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنها متهولة، متكبرة، augmented، يعني حجمها الحقيقي فار، بس بيقول لك أنا آسف.
وجاء الوقت انك تدرك ان النعمه اللي بيسكبها الرب حتى لو هو مين بعمل ايه على مدار السنين، جرح قد ايه، سلب قد ايه، خوف قد ايه، وعمال بيرمي لغايه النهارده في حياتك. تعالى 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 جدد ذهنك بس ان اللي نازل من فوق اقوى. انا مش بطلب منك حاجه صعبه قوي، ده دي ايه، الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع. ببساطه يوحنا المعمدان قالها عن يسوع المسيح، الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع، ولأنه فوق الجميع هو أقوى من أي حاجة تانية في الأرض، لأن اللي في الأرض وقتي، أما الذي يأتي من فوق فهو أبدي، والأبدي بيكسر وقتي دايما، الأبدي بيكسر الوقتي دايما، لأنه أقوى من كل حاجة وقتية. جاء الوقت أنك تجدد ذهنك، جاء الوقت أن فقط نفوكس، ندرك الكرامة، ندرك أن اللي بينسكب بالحضور الإلهي وإحنا وقفين قدامه أقوى جدا. فناخد سلاسلنا كده ونطق، هم خبزنا، هم خبزنا، هم خبزنا. تعرفوا بعض أحيان ليه بيحصل صراع للشفاء أو صراع للتحرير؟ لأن الأشخاص متشبثة باللي تعودت عليه ومتصورة أنه هو ده، هو ده، هو ده أنا. اقتبست هويتها من سلاسلها بدل ما تقتبس هويتها من الحضور اللي هي واقفة قدامه. في ناس بتقتبس هويتها من سلاسلها، من ضعفها، من تاريخها، من اللي تقلها، بدل ما تقتبس هويتها من وجه الخالق اللي خلق وقال انت مين. فالخالق اللي خلقك هو الوحيد اللي معاه المانيوال بتاعك، هو اللي معاه دليل المستخدم بتاعك، هو اللي معاه انت مين شخصيا. مفيش كوبيز، كل واحد له مانيوال من الرب، له قصد ونعمة من قبل تأسيس العالم، رآك من قبل تأسيس العالم، واختارك من قبل وعنده مانيوال ليك بتاعك. ما تقتبسش من اللي جنبك، ما تقتبسش من تاريخك، ما تقتبسش من سلاسلك، ما تقتبسش من ضعفاتك، لأنه هو عنده أفكار من جهتك ما أكثرها. داود اللي قال ما أكثر جملتها، أكثر من أني أحصيها، ارتفعت فوقي لا أستطيعها. ما أكرم أفكارك من جهتي يا رب، داود قال كده في مزمور 139. فجاء الوقت أنك ما تقتبسش هويتك من اللي حاصل ومن الناس، اقتبس هويتك فقط في الحضور الإلهي، لأنه ما يسكبه الرب على حياتك هو أقوى جدا، لأنه عايز يفتدي الخليقة، عايز يفتديك. كان عايز يفتدي نوح، بس هو بيفتدي نوح كان عايز يفتدي الخليقة. بصوا انا ليه برجع لنوح برغم انه اسمع الوعظ يوم الاربعاء، انا مش بشاركك عن الوعظ يوم الاربعاء، فيها ثلاث نقط وحاجات كتير، لكن انا بقول لك حته واحده بس صغيره. لما الرب افتدى، ما افتداش على قد نوح، وقال كده قبل المجيء الثاني تكون الايام قبل المجيء الثاني كايام نوح. فزي ما يكون ايام نوح فيها مفاتيح لينا ان احنا نعبر ونخش للمجيء التاني بانتصار، وحكينا عن ده في الاجتماع. بس كان من ضمنها ان ايام نوح ما انحصرش في الثمانيه. الرب كان بيعلن قصده، انا عايز افتدي الخليقه كلها، لان بيحصل هجوم او بيحصل تفكير او بيحصل تعليم انه مش مهم اي حاجه تاني، مش مهم نفسيتك، مش مهم ارضك، مش مهم البلد، مش مهم اي حاجه، مجرد انت نو ده ده ده. يبقى نوح والثمانيه بيركبوا فلوكه والفلوكه هتغرق. الفلك كان خليقه كلها داخله فيه، مش كل الخليقة طبعا. لأن تقول في حاجات غرقت وفي ياس اوكي، في كان في هو كان عربون للخليقة كلها. نرجع الرومية 5. اوكي، كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، لأن بخطية بني آدم دخل الفساد إلى الخليقة كلها، فبالأولى كثيرا. بص المقارنة ثانية واحدة، بص على المقارنة، أنا عارف الآية قدام عينيك، بص معايا على المقارنة اللي في الآية، لأن آية تجنن على مستوى تعليمي، لكن آية تجنن على مستوى روحي. إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، شوف المقارنة بقى، بالأولى كثيرا حاجة تانية بقى اسمها فيض. شوف هنا في عارفين الميزان الأباني، فاكرين الميزان بتاع الفاكهة ولا بتاع الخضار ولا بتاع، هنا في خطية واحد، هنا بقى في إيه؟ في نو 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 ما نعمة إيه؟ فيض من النعمة.
وعطية اسمها البر. فبالأولى كثيرا فيض النعمة وعطية البر يملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يعني الخطية دي خلاص، الكفة دي أقوى، الكفة دي أعظم، الكفة دي خلي بالك الكفة التانية دي موت، ده دخل الموت، هنا موت، هنا فيض من النعمة وعطية من البر بتملك بتكسر. وهنا المكان اللي حضرتك بتقف فيه قدام الرب، هنا المكان اللي بتوقف فيه قلبك قدام الرب، هنا الجبل بتاعك اللي بتقف فيه قدام الرب وبتاخد هويتك وبتاخد إدراكك. ودي مش مشاعر طايرة في الهواء، ده أقوى من اللي حاصل في حياتك، أقوى من الأرض، لأن يسوع المسيح هو أمس واليوم والأبد. فإسند قلبك بالنعمة. أوكي، الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر إيه؟ في نتيجة ملوكية سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. يعني إيه؟ يعني خلي بالك الكفة التانية، الميزان على الناحية التانية كان فيه موت، بس دول بيملكوا. خلي بالك مواسم موت، بس دول بيملكوا مواسم موت. وهنا فيض من النعمة وعطية من البر، هنا في موت في أبكار المصريين، وهنا النور منور في البيت عندهم وعاملين عيد. عرفت أنا بتكلم على إيه؟ أتكلم على أيام الخروج. وبالتالي جاء الوقت إن نصدق إن الدم والمسحة، إن عطية البر وفيض النعمة أقوى جدا من الموت نفسه. كلكم عارفين بكرر هذه الجملة لأنها تكررت في سفر الخروج، لما قال لا يسنن كلب لسانه ليكم، كان بيتكلم عن روح الموت لما يعدي على بيوت شعب الرب. فاهمين يعني إيه الرب بيتكلم عن الموت ككلب؟ سلا فكروا، بس جس فكروا إن الموت رب يتكلم عليه ككلب، فقال أنا بصوا الموت سيعبر، أنا حقف على الباب، رشوا الدم على العتبة والقمازين، وخلوا بالكم لن يسنن كلب لسانه ليكم. يا سلام، أنت بتشتم؟ Yes he does. اقرأ في كتاب مقدس سفر الخروج، لا يسنن كلب لسانه ليكم. إيه ده؟ لأنه هو ده حجمه، هو أجمنتد بس بالنسبة لنا، بس جاء الوقت أنك تجدد ذهنك. اللي نازل من فوق بس وقف في المكان صح، وقف زي ما كنا عاملين قبل هذه الكلمة، واستقبل من الرب واستخدم استخدم دي كلمة مش مظبوطة، بس أنا بحاول أوصلها لك بطريقة حرفية عشان تفهم تعمل إيه. يعني انتهز الفرصة إن والمسحة منسكبة على حياتك، أنك تكسر السلاسل وتدرك أنها لما بتتكسر ما بتصلحش. كسرك ليس له جبر، جرحك ليس له شفاء، لأنه ده صليب مش أنت. فالسلسلة بتاعته لما تتكسر عليك ما بتتصلحش. كم واحد هنا يقول كان في حاجة بس رجعت؟ مع كل محبتي وتقديري جدد ذهنك. مش بقلل، بالعكس، أنا آسف، اوعى تفهمني غلط، بس جاء الوقت ان كلنا نجدد ذهننا، جاء الوقت ان كلنا ككنيسه الدنيا تنور جوانا، ان الذي ينزل من فوق هو فوق الجميع. في حاجه اسمها ينالون فيض من النعمه. عارفين يعني ايه فيض؟ يعني فيضان، يعني بدل طوفان فيضان. فطوفان نوح في بديل ليه اسمه فيضان من النعمه، دي ممكن تغرق فيها من فيض النعمة، بس دي تغرق فيها وتعيش. الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر يملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. كما بخطية الواحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينون، هكذا ببر الواحد صارت إلى جميع الناس لتبرير الحياة بمعصية الإنسان. بيعمل قبة الميزان الأباني بمعصية الإنسان الواحد جعل كثيرون خطوها، كذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل كثيرون أبرار. أما الناموس فدخل كي تكثر الخطية، لكن حيث كسرت الخطية إيه؟ في حاجة أقوى منها، ازدادت النعمة جدا.
حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. جاء وقت نجدد ذهننا. مزمور 30. أنتوا كويسين؟ رب يطلع شعب ما بيخافش، بيكسر سلاسل بسهولة، بيأكل خبز أعداؤه، هم خبزنا قد زال عنهم ظلهم، فبيصعد ويمتلك لأننا قادرون بالله عليها. ما بيخافش من الأزمنة. رب يطلع شعب مدرك أن النعمة ما بتقطعش، ويسوع ما بيتغيرش من موسم لموسم. يسوع ما بيتغير من موسم لموسم، مازال بيقول، مازال بيلمس، مازال بيغفر، مازال بيشفي، مازال بيتحنن، مازال بيحضن، مازال هو هو ما تغيرش. تقول لي بس مزمور 30، هرجع للعادي اللي قلتها حال. مزمور 30 مزمور عجيب جدا. مزمور 30 للأسف هقول حتة تعليمية برضو أو حتة خلفية في مزمور 30، معلش استحملني دقيقتين. مزمور 30 المفسرين والشراح بيخبطوا رأسهم في الحيط فيه، لأنه بتلخبطوا ما بين عنوانه وما بين التوبيك بتاعه. إيه العنوان لو أنت مش عارف؟ أهو مكتوب قدام عينيك، مزمور أغنية تدشين البيت. فده داود بيرنم ترنيمة لداود، فداود بيرنم تدشين البيت. خبطوا راسهم بقى في كذا حتة، أنا بحكيك خلفية لأن لها معنى روحي في اللي احنا هنقوله. خبطوا راسهم قالوا أنهي بيت؟ لأنه لو بيت سليمان هو لو كانش اتبنى لسه، كانش الهيكل اتبنى صح؟ فقالوا يبقى بيته هو. بعد كلام قالوا بيته هو اكتشفوا أنه ما تنفعش قوي لسبب معين هقول لكم عنه حالا بعد دقيقة. فقالوا يبقى كان بيتنبأ عن هيكل سليمان. ماشي شغال معاك يا ريس. بعد شوية قاموا خبطوا راسهم في الحيط بسبب التوبيك بتاع الحديث. تعال نقرأ معانا المزمور. أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمد بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. خلي بالك، نشلتني لم تشمد بي أعدائي. استغثت بك فشفيتني. أصعدت من الهاوية نفسي. أحييتني من بين الهابطين في الجب. خلي بالك المفروض المزمور ده مزمور إيه؟ أوكي أكيد التوبيك ده مش تدشين بيت، بس تعال نقرأ مرة تاني. يا رب استغثت بك فشفيتني. يا رب أصعدت من الهوية نفسي. أحييتني من بين الهابطين في الجب. رنموا للرب يا أتقياء واحمدوا ذكرى قدسه، لأن اللحظة غضبه حياة في رضاه. عند المساء يبيت البكاء، في الصباح ترنم. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب رضاك ثبت لجبلي عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ، إلى السيد أتضرع. ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ ده تدشين بيت برضو. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب وارحمني. يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي منطقتني فرحا. تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. أمين. بصوا المزمور يجنن ومليان أسرار. مش هخش قوي في التعليم بتاعه، بس الشراح من كتر ما تجننه بأمانة بصدق قالوا في الأغلب العنوان غلط، إن ده مش لتدشين البيت ولا حاجة. وقالوا طب نحطه في مزمور 29، مش هنرجع لمزمور 29. مزمور 29 منظره أجمل من مزمور 30، فنحطه في مزمور 29 لأن منظره أجمل يليق بتدشين البيت. أوكي ده آخرة الشراح. أوكي نحطهم على جنب. تعالوا نبص على الآيات الجميلة في القصة. في رأيي إن العنوان مش غلط ولا حاجة، بس مش القصة. عشان الوقت هلخصهولك في حتة. بصوا آية 7. إيه رأيك في آية 7؟ يا رب رضاك ثبت لي إيه؟ جبلي. داود بيقول ده جبلي
ثبت لجبلي عزا. حجبت وجهك فصرت مرتعا. داود كان بيرى جبل، جبل صهيون جبله، وداود كان بيرى جبل المريا جبله، لأنه لما اشترى البيدر بتاع بيدر أرنان ده كان جبل اللي تقدم فيه إبراهيم ابنه ذبيحة إسحاق، ده جبل المريا. جبل المريا هو اللي كان عليه بيدر أرنان اللي حصل فيه مواجهة، وأم داود راح اشتراه، وده الجبل اللي سليمان بنى فيه الهيكل. ففي نفس الجبل في ثلاث محطات، محطة إسحاق ذبيحة، محطة بيدر أرنان اللي بيشتري داود، ومحطة هيكل سليمان. وداود بجملة عجيبة جدا بيقول له يا رب ثبت جبلي. خلي بالك ده المكان ده قبل سليمان، قبل ما المملكة تثبت في هيكل سليمان. فداود بيقول مفتاح انتصاري. خلي بالك هو هنا داود كان بيمر بتحدي له علاقة بأنه يموت. البعض من المفسرين الكويسين يقولوا أنه كان بيمر بحروب هيتقتل فيها، والبعض كان يقول كان عيان جسديا. مش القصة، أيا كان التحدي، لأنه بيحكي عن الموت كتير في هذا المزمور، لكن في نفس الوقت بيقول له أنت تنقذني، لأن لو أنا مت أنا مش هسبحك. فثبت لي جبلي، ثبت لي المكان اللي أنا بقف فيه قدامك، لأن الجبل ده جبل شخصي بتاعي معاك. والرب يريد أن يثبت أنك تدرك أن لو الرب أنت ثبت في جبلك قدامه، رب يثبت جبلك قدام الرب. رب يصنع لك مملكة، بيفتدي الخليقة، بيفتدي مملكة، بيعمل مملكة. هعيد صياغة الجملة دي، كانت جملة مركبة قوي. أوكي، لو ليك جبل والجبل ده أنت ثبت قلبك فيه، والرب أم ثبت هذا الجبل ليك، رب يصنع لك افتدى للخليقة بتاعتك أو للمملكة بتاعتك أو للبيت بتاعك والشغل بتاعك. عمل مملكة داود، لأن في فوسطها جبل اسمه جبل داود، وداود سماه جبلي. مش عجباك وحقولها تاني، هقراها. أصعدت من الهاوي يا نفسي، أحيتني من بين الهابطين في الجب. ده إيه؟ بيحكي عن مواجهة مربوطة بالموت. رنموا للرب يا أتقياء واحمدوا ذكر قدسه. آية 4، لحظة غضبه حياة في رضاه، عند المساء يبيت البكاء، في الصباح ترنم. إيه اللي بينقل داود من حالة هاوية وأعدائي وفشفيتني؟ أعظمك لأنك نشلتني، آية 1، لا تشمت بي أعدائي. مواجهة نمرة 2، ففي حاجة بتبلعه، في حاجة عدو، في حاجة صحية. يا رب إله استغثت بك فشفيتني، إن كانت صحية أيا كان نوعها. أصعدت من الهاوية نفسي، أحيتني من بين الهابطين. وفجأة يقوم نائل، رنموا للرب يا أتقياءه، للحظة غضبه حياة في رضاه، عند المساء يبيت البكاء، في الصباح ترنم. أنا قلت في طمأنينتي. إيه إيه الشفت اللي حصل؟ ثبت لي، ثبت لجبلي عزا. لو ثبت لجبلي عزا كل حاجة تانية بتتغير. لو حجبت وجهك عن جبلي برتاع. فكمل معايا المزمور، إليك أصرخ يا رب وإلى السيد أتضرع، ما الفائدة من دمي؟ استمع يا رب وارحمني، كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقص لي. إيه اللي أنا عايز أوصله؟ أيا كان التحدي اللي بتمر بيه، ثبت الجبل بتاعك قدام الرب، لأن منه هويتك، منه انتصارك، منه المسحة اللي بتنسكب، فكل حاجة مرمية عليك بتتكسر. ثبت الجبل بتاعك قدام الرب، لأن الرب يريد أن يثبت لك الجبل اللي أنت بتقف فيه قدامه. هل عندك جبل؟ داود كان عنده جبل، وجاء أخده، ده جبل صهيون، أخده. فاكرين الحرب بتاع جبل صهيون؟ صميل الأول 5، أرجع لها بعدين. صميل الأول 5، داود حارب عشان ياخد هذا الجبل. ده كان فيه اليابوسيين، ده كان حرب عنيفة قوية من شعب قوي اسمه اليابوسيين. داود حارب عشان ياخد هذا الجبل، فبقى جبله. فده جبل أنت بتاخده بتقف فيه قدام الرب وبتقول له ثبت لي جبلي.
ثبت جبلي قدامك. خلي بالك انا رايح لحته، انا لسه يعني انا رايح لحته في المزمور قويه جدا، لان لما بيبقى ليك جبل انت واقف فيه قدام الرب وبتثبت وقفتك قدام هذا الجبل، الرب يثبتك، بيثبت لك هذا الجبل. احد الحاجات الرب يعملها في هذا الزمن بيطلع ثبات في اولاد الرب غير عادي. مش عايز استعمل تعبيرات بس هقولها عشان بس تثبت جواك. ال 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 في ترنيمه اخونا عاملها بتاعت الكسر دي، مش بتكسر غير قابل للكسر. مش هنرنمها، انتوا عارفينها. فرب بيطلع صلابه، بيطلع ثبات في اولاد الرب يبقوا غير قابلين للكسر فعلا، مش كلام، مش ترنيمه، يعني ترنيمه حلوه انا مش بقى، غير قابلين للكسر، لان اي حاجه تانية قابله للكسر، لكن النعمه اللي بتنسكب على حياتك غير قابل للكسر. فرب يثبت لك جبلك، بيثبت لجبلك عز، بيثبت لجبلك عز. فما تسمحش، بصوا ما تسمحش لاي، انا اوكي، ما تسمحش لاي اكاذيب العدو انها تخدعك في هذا الزمن. في صوت واحد تسمعه في هذا الزمن، صوت ابواق الحركه، لان الرب يطلق ابواق، بيبوق من اجل حركه الشعب. الرب يبوق لحركه جنوده. كان في بوقين بيحصلوا في سفر العدد، كان السحابة بتلف معاهم، بس في بوقين أول ما يجتمع في البوق يخرج، إما يجتمع الخدام، إما يجتمع الشعب كله، إما يجتمعوا للحرب، إما يجتمعوا يعيدوا، بس في صوت بوق بيخرج علشان تتحرك وراء الرب في هذا الزمن. فمن فضلك كل محاولات همدان بكذب العدو على حياتك اكسرها بسهولة في المسحة في هذا الاجتماع، لأنه الرب يكسر هذه السلاسل للعبور بصوت وراءه. أقول لك آية عاموس، عارفين عاموس؟ في سفر اسمه عاموس في كتاب مقدس. هذا الاجتماع للأسف ما هوش عظة منمقة، هو مشاركة. عاموس ثلاثة، عاموس ثلاثة، الأسد قد زمجر فمن لا يخاف، السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. عاموس ثلاثة ثمانية، آية سبعة، الآية حلوة. السيد الرب لا يصنع أمرا إلا ويعلن سره لعبيده الأنبياء. الأسد قد زمجر فمن لا يخاف، السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. بمعنى إيه؟ بمعنى أن في صوت الأسد خارج في هذا الزمن، فمن فضلك ده مش زمن تراجع. لما العشرة رجعوا قالوا دول عمالقة، ده كان ما كانش صوت الأسد. فمن فضلك اللي ما بيسمعوش صوت الأسد بيموتوا في البرية، اللي بيطلعوا ويخلوا الأسد يزمجر على كل خوف. خلي الأسد يزمجر على خوفك، خلي الأسد يزمجر على الأبواب المقفولة قدامك، دع الأسد يتحرك قدامك، لأن الأسد هو البوق اللي خارج قدامك بيزمجر فمن لا يخاف. ده زمن أبواق خارجة قدام شعب الرب. هذه الأبواق مليانة نعمة للعبور. بليز صدقني، ما تعملش زي العشرة اللي خافوا في الزمن وقالوا نحرص على علينا ونرجع مصر أحسن. الاثنين اللي صدقوا هويتهم فوق الجبل، ده اللي هربطه بمزمور 30. أنا هرجع لمزمور 30 حالا بعد شوية، بس ده الجبل اللي بيثبت ليك، لأن الرب لما بيعمل معاك عهد بيعمل عهد مثبت فوق الجبل. لما عمل عهد مع داود قال كده: أفلا يثبت لي كل بيتي وكل مسرتي؟ لما رب يعمل معاك عهد بيبقى أثبت من كل حاجة تانية. بعضكم نسي الآية دي، صميل التاني، صميل التاني. لما رب يزمجر من لا يخاف، صميل التاني. لما رب يسكب نعمة هي أقوى من أي حاجة تاني، صميل التاني. 23، أريو هير، أبتدي أتكلم بسرعة عشان الوقت. هذه كلمات داود الأخيرة اللي هو اللي قال له ثبت لي جبلي. هرجع لمزمور 30 في الآخر، لأن في أنا عايز أوصل لآية في مزمور 30. آية 5،
صميل الثاني 23 5 أليس هكذا بيتي عند الرب لأنه وضع لي إيه؟ عهد أبدي متقن في كل شيء ومحفوظ. أوكي، في حد الرب هنا عمل معاه عهد بدم يسوع المسيح؟ أوكي، الرب عمل معاك عهد أبدي متقن في كل شيء ومحفوظ. أفلا يكمل بقى الآية، يثبت لك كل خلاصك وكل مسرتك. هكذا بأول آية، أليس هكذا إيه؟ إذا بيتك عند الرب مضمون له الخلاص والمسرة، لأن الرب عمل مع بيتك عهد. أليس هكذا بيتك عند الرب؟ خليني أقرأ لك الآية عنك أنت، أليس هكذا بيتك عند الرب لأن الرب وضع لك عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظ. أفلا يثبت لك كل خلاصك وكل مسرتك؟ بليز استقبل الآية دي، من فضلك استقبل الآية دي، ده وقت تثبيت للمؤمنين، ده وقت المؤمنين بيتأصلون إلى أسفل ورجليهم على الأرض ثابتة مش مهزوزة باسم الرب يسوع. ده وقت إنك تدرك إن النعمة اللي على حياتك أقوى، إن المسيح ما تغيرش ليك، هو أمس هو النهاردة، وإن النعمة أقوى. ده وقت إنك تدرك إن طول ما جبلك ثابت قدام الرب، وإنت اشتريت هذا الجبل، وقفت لك جبل مع الرب، لك وقفة قدام وجها لوجه، هويتك مش جاية من الكذب اللي حاصل تحت الجبل. بليز من فضلك، هويتك مش جاية من تاريخك، من ضعفاتك، من سلاسلك، من الناس بتقول عليك إيه، هويتك جاية من هو الكاتب المانيوال بيقول عليك إيه، ولأن هو ده الهوية بتاعتك، بتقف بتثبت رجليك. أفلا يثبت لك كل خلاصك وكل مسرتك في بيتك؟ أليس هكذا بيتي عند الرب؟ ما أعرفش، أنا كأني شايف ناس بتقف بتروح البيت وبتاخد الآية دي وبتقوم مصليها على بيتها، أليس هكذا بيتي عند الرب؟ ليه؟ لأنه يثبت كل خلاصي وكل مسرتي، لأنه عمل معي عهد أبدي متقن في كل شيء ومحفوظ. انتوا هنا؟ واضح ان مالكمش نفس، بس انا معايا الميكروفون. رب عايز يثبت قوتك، يثبت كل حاجه. يوسف، فاكرين يوسف؟ يقولك ثبتت بمتانه قوسه، ليه؟ الاغصان ارتفعت فوق حائط. ده حصل عليه وحصل عليه، بس هو فاكر ايه؟ فاكر قميص الملون. القميص الملون اللي عليه هو مش شايفه النهاردة، بس القميص الملون أبوه دهوله وأبوه لا يتغير، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. أنا بربط عهد قديم بعهد جديد، ما خدوش بالكم. قميص الملون اللي أعطي من الآب، من أبوه يوسف ليوسف، يوسف ما زال شايفه وشايف الحلم، برغم أنه هو النهاردة مش لابس القميص الملون، ما بيمصمص شفايفه، يقولك فين أيام القميص الملون. هو مدرك القميص الملون عليه، فثبتت بمتانة قوسه، ثبتت يده. ليه؟ لأن كل اضطهاداته، كل سهام العدو، بس هو أغصان ارتفعت فوق حائط، هو مثبت. ليه؟ لأن في عهد ما بينه وبين الرب، رب سكب عليه حاجة، أبوه سكب عليه حاجة، واللي سكبه عليه أبوه أقوى من أي سلاسل بتترمي عليه. بليز صدق اللي رب يسكبه على حياتك اقوى من اي سلاسل ابليس بيرميها على حياتك. سجن مصر اضعف جدا من الثوب الملون اللي رب يسكبه عليك من فوق. مواهب الروح القدس اللي موجوده عليك حتى وانت في السجن اقوى من سلاسل السجن بتاع مصر، فالمواهب اللي مسكوبه عليك تفك انيار السجن بتاع مصر وترفعك في وسط ارض مصر. جاء الوقت انك تصدق ان النعمه اقوى، لان مهما زادت تزداد النعمه جدا، تزداد النعمه جدا. بليز جاء وقت نجدد ذهننا، بليز جاء وقت نصدق انه هم خبزنا زين عنهم ظلهم، ونصدق ان الذي فينا يا اعظم من ايه؟ طب انتوا حلوين اهو، مسيحيين اهو. الذي فينا اعظم من الذي في العالم. جاء الوقت ان احنا نصدق، جاء الوقت نصدق ان فعلا الروح، برغم ان الروح اقوى جدا من السلسله، وان بالروح السلسله بتتفك، وان بالروح الخوف بيتفك، وان الروح اتاري لو جددت ذهني الروح بيجد مجال مستقر لي. لو جددت بس ذهني الروح بيجد مستقر لي في الهيكل بتاعي، عشان من خلال الهيكل الجبل، ما الهيكل بتاعك موجود على جبل، الجبل بتاعك منه في قوه بتخرج، لان بحسب ارتفاع الجبل قوه الجبل وقوه المدينه، بحسب ارتفاع الهيكل اللي فوق الجبل قوه المدينه. فمن فضلك ما ترخيش في الزمن ده، ما ترخيش في الزمن ده،
افتح ايه اشوف نقولها ولا ما نقولهاش. انتوا كويسين؟ اوكي نقولها. بطرس الثانية ثلاثة، وهختم بمزمور 30 تاني، هرجع لمزمور 30 في آية حلوة. بطرس الثانية ثلاثة، فأنتم أيها الأحباء، بطرس آخر آية أو تقريبا آخر آية، آية 17، بطرس الثانية ثلاثة 17، فأنتم أيها الأحباء إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا، اعرف الحق، جدد ذهنه، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء. احترس من أن تنقاد لأي أفكار أو مشاعر بتلخبطك في الزمن ده فتسقطوا من إيه؟ من ثباتكم. أنت عندك حتة ثابتة، ما تخليش الضلالة أو الأفكار الكاذبة تخدعك فتقع من ثباتك. أنا عارف الآية مش مشهورة، بس بص عليه، هقراها لك مرة تاني لو أنت مش بتبص عليها، عشان لو بتبص عليا تسمعني بقولها. أنتم يا الأحباء إذ قد سبقتم فعرفتم، النور نور، جدد ذهنكم، الدنيا نورت خلاص، احترسوا من أن تنقادوا إلى الكذب، إلى المشاعر متلخبطة، إلى أفكار، إلى أفلام هندي عشان تتذكروا بس، إلى أفلام سودة، إلى أفكار سلبية، احترسوا من أن تنقادوا بضلال فتسقطوا من إيه؟ من ثباتكم. لكن انمو فين؟ كالمجنون امشي في الاوضه وقول نعمه نعمه نعمه، تزداد النعمه، انمو في النعمه. ليه؟ لان عشان ما تقعش من ثباتكم. مزمور 30، انا عمال بوعدكم ان اختم مزمور 30. انتوا نسيتوا ان انا مزمور 30. انتوا هنا؟ اوكي، آخر آية هختم بيها عشان نعبد يا ريمون. تعالى مرقس بأبوستولوس مارك، عرفش غير أقول له مرقس بأبوستولوس. عارفين إيه مرقس بأبوستولوس؟ مرقس الرسول، دي في القداس، مرقس الرسول. عارفين إحنا كنيسة مرقسية؟ عارفين إحنا أولاد مرقس؟ حتى مارك اهو، احنا معانا مارك نفسه. تعالى يا ريمون اطلع. آية 12، لك تترنم، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. روحي دي لو أنت بصيت فيها ترجمة تانية تحت، والترجمة التانية عجيبة شوية. بصوا المزمور 30 ده مشكلة يعني اللي بيحب يدرس، يعني العربي دقيق أو العربي كويس إنه قال روحي، لأن المعنى الآخر للكلمة ما هوش روح، مش بتكلم عن روح، بتكلم عن حاجة اسمها المجد. فلو عايز تترجم الترجمة دي حرفيا من العبري، يترنم لك مجدي ولا يسكت، لو عايز تترجمها حرفي مش روحي. لكي تترنم لك روحي ولا تسكت، المفروض بالعبري لكي تترنم لك مجدي ولا يسكت. ايه المعنى؟ كل ما روحك بتتملي بالمجد اللي موجود فوق الجبل، روحك ما بتسكتش. كل ما روحك بتتملي بالنعمه اللي مليانه مجد زياده لان الجبل بتاعك مثبت فوق، روحك ما بتسكتش. فعشان كده كثيرين بيناموا ويصحوا على ترنيمه، كثيرين بيناموا كان طول الليل بتاعهم كان في اجتماع، لروحهم ما سكتتش. ليه؟ لأنه المجد ملى الروح، فيترنم لك مجدي أو يترنم لك روحي اللي مليانة مجد ولا يسكت. إيه اللي يخلي روحك مستيقظة؟ إن المجد ملي روحك. إيه اللي يخلي روحك مستيقظة؟ إن المجد ملي الهيكل بتاعك. والرب اللي بيعمله في الهيكل بتاعك أثبت حتى من وانت نايم، فلن تسكت. جسدك يقول أنا تعبت، بس روحك مستيقظة. ليه؟ لأن المجد ملى الهيكل. المجد اللي بيحطه ربنا جوه الهيكل بتاعك أقوى من نومك، أقوى من ظروفك، أقوى من أي حاجة تانية حواليك. فيترنم لك مجدي، يترنم لك مجدي ولا يسكت، لأن المجد بقى ملى روحي. فالمجد يملى روحك
ودي صلاتي. تعالوا نقف مع بعض، خلوا الفريق يطلع.